بجنة. بدك تعمل فرقة موسيقية وبغزة في هذا الوقت تفتح الأمل. المصاري اللي معكم بيجيبوش وطر بسوق البالي. خليش حد يخليك تحس إنه أحلامك مش مهمة. ماشي؟ هنكبر وهنغير العالم. هنكبر وهنغير العالم. نور نور نور. الفرصة قدامك دلوقتي علشان تكون النجم الجديد في برنامج عرب ايدول. انا محتاج فيزا اضطراري لمصر ومحتاج منك هذا المعروف كتير. انا بعرف كل دايبين اليوم على الحدود. ها هادي حقيقية. شو هالمخاطرة؟ لازم نوصل صوتنا للعالم. أنت أول شخص جاي من غزة بتعرف؟ أنت لما بتغني بتعطي أمل لملايين الناس. أنا من لما شفتك بمصر يا محمد عرفت أنك قصة كبيرة. محمد أنت لازم تبكي. وهلا بدنا ننتقل لابن غزة ابن فلسطين محمد أسد.